مواصلة لجهود أفراد الدرك الوطني الرامية إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، فقد تم إلقاء القبض على 4 من المجرمين. الأول يدعى نصر الدين مريم فيكتور، ويعمل في مجال تزوير المستندات الرسمية من جوازات السفر وبطاقات الهوية وشهادات الميلاد، إلى جانب أختام رسمية لمختلف الوزارات والإدارات العامة. كما كان بهوزته مبلغ 9,120,000 فرنك سفا. أما الاثنين منهم يعملون كقطاع طرق، والأخير من جماعة بوكو حرام الإرهابية، حيث تم عرضهم أمام وسائل الإعلام، وذلك بحضور وكيل النيابة الخامس بمحكمة أنجمينا وقائد قوات الحرس الوطني والرحل. المدير العام للدرك الوطني الجنرال لانغار أورغومتي إلي في كلمته قال إن هذه البادرة هي ثمرة جهود أفراد الدرك الوطني، مضيفا بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم بغية تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد. وكيل النيابة الخامس بمحكمة أنجمينا من جهته أكد بأن هؤلاء الأشخاص ذوي النوايا السيئة سيتم وصولهم أمام القضاء. النيابة العامة ستحقق وتفتح تحقيقا قضائيا بالنسبة لهؤلاء المجرمين بحسب جرائمهم، ولهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، والقضاء للكل، وسيطبق عليهم القضاء بحسب ما تقتضيه القوانين المعمول بها في الدولة. ونشير إلى أن مثل هذه العمليات الإجرامية، لا سيما تزوير المستندات الرسمية، تعيق سير العمل الإداري وتسهم في عدم التسيير الأمثل للإدارة العامة بالبلاد. في إطار الجهود المبذولة من أجل المحافظة على نمط ووسائل الحياة الخاصة بالرعاة، أعدت الوزارة المختصة بالثروة الحيوانية خطة مدعومة من المشروع الإقليمي لدعم الرعي في الساحل المعروف اختصارا بالبرابس، تتعلق بتدريب المعنيين بالقطاع حول كيفية مواجهة الأزمات والكوارث التي قد يمر بها القطاع. وتدخل في هذا الإطار الدورة الحالية التي يشارك فيها ممثلو الأقسام المختصة بالرعي والمنتجين من إقليمي جيرة والبطحة، دورة تأتي في الوقت المناسب وفقا للمندوب الإقليمي للتنمية الريفية بالبطحة يوسف خميس أرامي، وذلك لأنها ستسمح للمشاركين بالإطلاع على أهم الاستراتيجيات التي يجب اتباعها حال حدوث أي أزمة رعوية أو كارثة لها تأثير سلبي على قطاع الرعي. أما ممثل مشروع برابس يوسف علي جوركودي قال من ناحيته إن المشروع وضع نماذج من القواعد والتوجيهات العالمية لمجابهة ومعالجة الأزمات، وإنها كفيلة بالمحافظة على الثروة الحيوانية التي تشغل ما نسبته 40% من مجموعة المواطنين التشاديين. هذا ويعد إقليم البطحة أحد أهم مناطق الرعي بالبلاد، وعليه فإن وضع المعنيين بالقطاع على أهبة الاستعداد لمواجهة الأزمات أمر في غاية الأهمية وفقا للأمين العام لإقليم البطحة إنغودانديه جنادي، الذي مثل الحاكم في هذه المناسبة. وخلال 3 أيام من الدورة تمحور التدريب حول الكوارث كالفيضانات والزلازل والجفاف التي قد تتسبب في رحيل الرعاة بأعداد كبيرة، وتم التطرق إلى سبل الوقاية من ذلك. وفي نهاية أعمال الدورة تم توزيع شهادات مشاركة وأخرى تقديرية للمشاركين من إقليمي جيرة والبطحة. لكل وطن مواطن يقيم فيه، ولا يضمن ذلك إلا حمل البطاقة الشخصية وغيرها من الوثائق التي تتعلق بضمان وانتماء الفرد إلى أرض الوطن. فهناك العديد من المواطنين التشاديين فقدوا أوراقهم الثبوتية التي يعتمدون عليها عند احتياجاتهم لتقديم خدمة للوطن أو عندما يحتاج الوطن إليهم. فهذه الأوراق منها البطاقات الشخصية وأخرى كالجوازات السفرية ورخص القيادة وغيرها من الوثائق التي يحملها الفرد.
فكل هذه الأوراق تحمل بصمات مالكها، الأمر الذي دفع إلى تسليط الضوء على هذه الوثائق إعلاميا هو إخبار أصحاب هذه الوثائق وغيرهم بأن هناك العديد من البطاقات الشخصية موجودة عند مدخل بوابة الإذاعة الوطنية، وعلى الفرد الذي فقد بطاقته أو وثيقته أن يصل إلى تلك البوابة ليستلم وثيقته، ويعلم أن كل الوثائق التي تصل إلى مقر الإذاعة الوطنية لهي ضائعة ويحملها بعض المواطنين عند أثناء تجولاتهم ويذهبون بها إلى مكتب البلاغات بالإذاعة الوطنية. هذا ويشار إلى أن هناك وثائق ظلت لفترة طويلة حتى انتهت فترة صلاحيتها، وإن كانت طرق الضياع عند أصحابها مختلفة فوجه الاستلام هنا واحد لكل من فقد وثيقته.